وقت نشوف لون خاص السيد تراب. إن شاء الله إحنا امتداد. ها؟ لشعارات. أنا صحيح. جاي أشوف سمير صبيح. شرف حتى لو يحسبها البعض تقليد. اطلع من لونك. أنا بالنسبة لي هذا لا أصطنع ولا غير هاي. سمير صبيح أحبه. طيب بعد عندي سؤال. اسمح لي يعني. بخدمتك. شنو موضوع القلم؟ هذا الامتداد للكبير. أبو علي سمير صبيح أكيد إن شاء الله ما راح يفارقني. يعني هسه من بعد سمير صبيح الله يرحمه أنه راح يكون القلم بيدك؟ لا، هو القلم أنت تقدر تخلي القلم بيدك وغيرك يقدر يخلي وأنا أقدر. لا أنت هسه متقصد لو شيء لا إرادي جاب قلم بيدك؟ لا، أنا قبل لا يتوفى سمير صبيح عندي هواي مقاطع يقدرون يشوفونها. وصل مرحلة التأثر حتى القلم اللي شايله سمير صبيح ما يفارقني. بس راح يبقى القلم بيدك ان شاء الله، وان شاء الله يبقى القلم بيدك ان شاء الله وانت تستحق. لا اكيد شعراء مبدعين موجودين هواي، يعني انا اتعلم من يمهم.